هي بالنسبة للمهرجان كان هذه السنة أظن يعني كان تقدم بالنسبة للدورات السابقة، كان نقاش زاد عمقا فيما يخص علاقة اللغة والثقافة الأمازيغية بمواضيع كبرى مثل صناعة السلام وأيضا التوافق بين الأديان والحضارات. فهو اللغة والثقافة الأمازيغية هي محور النقاش، ولكن منها كتخرج يعني نقاشات جانبية أخرى. فكان هناك مثلا ربط اللغة والثقافة الأمازيغية بالتنوع الثقافي بالمغرب خصوصا، وكذلك بفتح آفاق حول المواطنة وحول هذه القيم اللي هي حقيقة متجذرة في الدين وأيضا في الحياة العامة، ولكن أصبحنا يعني لا نعطيها الأهمية التي تستحقها. فكان هذا النقاش من هذه الناحية مهمة جدا، وكان هناك ما يثلج الصدر وهو حضور الكثير من الشباب وكذلك مساهمتهم في هذه النقاشات. هذا بالنسبة للجانب الفكري. بدأنا نفكر في محاور للدورة المقبلة إن شاء الله، حيث ستكون هناك في الخاتمة بعض التوصيات، ومنها يعني إدكاء هذا ما بدأناه في هذا المهرجان، يعني التعمق في كيفية صناعة السلام من داخل الكتب المدرسية مثلا، يعني دور التعليم، دور تثقيف الناس، دور ملأ هذا الفراغ الفكري عند الشباب الذي يؤدي إلى يعني يكون الإنسان متشدد في نظرته إلى الدين. فإذا كان فكره يعني مملوء بأشياء أخرى ربما سيعمل فكره على أشياء مهمة ولا ينزلق في هذه الطيارات التي هي في الحقيقة طيارات متشددة بالنسبة للدين. كان هناك أيضا ما يثلج الصدر وهو حضور أصوات من دول أخرى كان لها وقع كبير بالنسبة للمجريات النقاش. مثلا كانت هناك ورقة من على فلسطين، وكيف أن القدس هي يعني مدينة فيها الأديان الثلاثة ولكن ليس هناك تحالف بين تلك الأديان. كانت هذه أشياء يعني مهمة بالنسبة لنا كجمهور مستمع لهذه النقاشات. فيجب يعني من الأشياء التي نوقشت خلال هذه الورقة التي ذكرت وهو وجوب يعني العودة إلى تاريخ الديانات كلها، كيف نشأت الديانات، ليستنتج الإنسان يعني الأشياء التي يمكن أن يكون فيها توافق بين هذه الأديان. بالنسبة أيضا لمشاركات أخرى من أوروبا، كان التركيز على كون مثلا في أوروبا هناك قضية البوسنة التي كان فيها تطرف ديني إلى آخره، فهي أيضا تجربة مهمة بالنسبة لما يقع في بلداننا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالنسبة للجانب الفني كان هناك تقدم ملموس بالنسبة لهذه الدورة، حيث أن اللوحات مثلا لوحات قلعة مقونة كانت رائعة جدا، يعني أبانت مكانة المرأة في هذه الثقافة الأمازيغية، وهذا موضوع أهتم به شخصيا، مكانتها يعني هذه رقصة النحلة وكيف أن المرأة يعني بشكل رمزي هي التي تدير الرقصة، وهي أيضا يعني من ذلك الجانب هي التي تدير المجتمع ولا آخر. كان الجانب الفني جميل جدا بالنسبة لهذه المعاني. ثم كانت هناك السيمفونية الأمازيغية التي تذكر يعني بالأمجاد، فأظن أنه يعني بصراحة رغم أنني من المنظمين يجب أن أنظر إلى هذه الأشياء بطريقة يعني أن لا أدخل رأيي فيها، ولكن أظن أن كان هناك يعني تمييز بالنسبة لهذه الدورة شخصيا يعني أحسست به.